تو ربي جملة وحشك حشا بنتي ربهم فلوس ودغتهم الدنيا، هذه يحب كهرباء، هذه يحب فيلا، هذه يحب دار. قبل كنا اللي توك شفتهم بديارهم بكرههم بشيء يعني غريب، لكن البركة تنحت. ما عادش يري جملة، ما عادش يرحمك حتى أي جار. خيبتهم الفلوس، خيبتهم الدنيا. هيت هيت. شنو هو الفرق بين جيران قبل وتوا؟ قبل الخير، قبل الخير في كل شيء، قبل الخير تو لا ما عادش. حتى الفاميلة تو ما عادش، الفاميلة الأخوة والأخوات والأم والبو لا ما عادش. كيفاش قبل الخير؟ قبل بالنية وبالبركة وفهمتي، والجار يعني اللي كان حب الجار يتي مثلا حتى حشك راس بصل نطلبوه من عند بعضنا، برحشك المال اللي حطلبيه من عند قبل مثلا نهزو ماكلة لبعضنا، توا هكا نتزلو ماكلة شو يقول لك؟ يقول لك سحر، يتعيشوا في الزبلة. وعلاش تبدلت؟ تبدلت الله أعلم. المشكلة من العبيد ولا من الدنيا غليت ولا كيف؟ لا لا لا، نسوا ربي جملة وحشك حشا بنتي ربهم فلوس ودغتهم الدنيا، هذه يحب كهرباء، هذه يحب فيلا، هذه يحب دار. قبل كنا اللي والله احنا 9 صغار بارك الله ووسط دار عربيك في لاكانيا، ونزيد نقول لك وين كنا بالضبط. كل واحد بيت بيت قسما، مولة الدار بيت، وجارتنا ذي اللي عندها زادة 8 بيت، وامي بيت، وعايشين لبس عليهم وعايشين في بركة وخير ما شاء الله. توك شفتهم بديارهم بكرههم بشيء يعني غريب، لكن البركة تنحت. كيفاش ولادكم قبل تربيوا مع بعضهم والدار كانت محلولة؟ اي احنا جارتي هذه خالتي بايا الله يرحمها وامي يرضعوا، يرض كي تمشي خالتي بايا امي ترضع، كي تمشي امي خالتي بايا ترضع. لا لا احنا ناخذوا منهم ولا هما ياخذوا منا. ومن هو تو؟ ما عادش وصبتي معاك. تو كيفاش ولاوا جيران؟ ما عادش جيران جملة، ما عادش يرحمك حتى أي جار. وعليه خيبت هكا؟ نهار قلت خيبتهم الفلوس، خيبتهم الدنيا. هيت هيت، قلت قبل تصوري أنت يعني وسط دار عربي كبير، فهمتي؟ نسكنوا 4 جيران مع بعضنا، وما كانش كما توا يعني هاي قيزان وماكينات، وحدة كل وحدة بابورها قدام الدار. قسما وعيشة ما احلاش كان منها. وبكري جبت لي على العائلة، شنو هو الفرق بين العائلة قبل وتوا؟ معناها اللمة. احنا أمي قبل كي تخزر لنا هكا بعينينك يجي ضيف، ما عادش ندور بك البقاجم. توا لي توا فهموها من غزرتها. إيه توا الصغار توا والله مش كي تقرصي، تقول لك شبك تضربي فيا؟ شبك تضربني؟ زدت تويك المكثرية، زدت التليفونات، زدت هيكة الصغار. تليفونات زدت هيكة الصغار برشا 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 برشا. معناها الصغار توا عينيهم محلولة ولا؟ إيه إيه. وماهوش كيما عشت قبل، كيما عشت راهي عشت قبل خير. علاش؟ الماكلة حية، كل شيء صحية. تو شنو هي على كعبة يا غرس ياخذها على الدبوز حشكتين وني ما هذيك وبر. قبل كنا لا، كنا زيت الزيتونة، كنا مثلا العصيدة كانت لبسيسة الرفيسة، يعني حاجة القويين كنا ناكلوا فيهم وما لبس عليهم. الماكلة العربي معناها. الماكلة العربي، وحتى الخضرة راهي تبدلت، ما عادش كي قبل كي تو. قبل كنت بلاش دويات، طولت بكل شيء بالدواء، حتى الغلة ما عادش. صدقيني أنا واحدة من الناس تو الدلاعه جي 6 سنين إلى طب داري. نشيف، نشيف وبرا، ماهوش يعني دلاعه. قبل ما كانش حتى في الجدارات، والدلاعه قسما يا أمي تبردها وتحط فيها الوحدة، تبقى نهارين مش دلاع ومش غلة، تو كل شيء تبدل. يقولوا قبل تحضر البركة كانت. إي فيها البركة، تو البركة لا. مناش البركة راه نحناها إحنا. من لهفة، من لهفة، المرأة تخدم والرجل يخدم والطفلة والطفل وما همش مش غلطي. قبل كان الرجل بركة يخدم وكنا ما شاء الله ولاباس. احنا بابا قبلش كان يخدم كي خذا وثمانية صغار قرانا وورينا والحمد لله وعشنا ولاباس، وما مش كما هكا بصراحة. هو الدنيا غليت معنا. كنا كانت أمي تطلع علينا الطاولة هكا كالسفرة كبيرة، كنا مع بعضنا فرتش قالة واحدة. تو شويك شفتي اللي هذا يقول لك انا لومشتي من برا، هذا يقول لك انا نحب الكعبه ملاوي من برا، انا ذي هذا لا هذا ما. قبل ما كناش نقول مثلا هذا ما يساعدنيش وهذا ما يساعدنيش، لا ناكلوا اللي يجي ناكلوه. الصباح زاد اللي يجي ساعة ساعة نسخنوا البيت ونفطروه. تو الصباح تسخنوا البيت؟ اي تسخنوا البيت وناكلوه. تو لا علاش ضحكت خاطر بالحق يعني انتم تو تحسبوا يعني انتم تاكلوا في ماكله صحيه وراس بنتي لا. وراس بنتي لا، ثماش ماكله صحيه راهي جمله. بناتنا تو ولادنا
راك شفتي سبيطارات قبل الواحد كي تشوفيه يعني يمرض بالمرض السكر ولا حشك مرض السرطان ولا ايه فلان فلاني في بقعه الفلانيه راه هكا وهكا توا لي كثر ما شفت سبيطارات شيء اس شيء اس. وشنو رايك في التربيه نتاع قبل والتربيه نتاع توا؟ قبل خير توا ما عادش تربي. انا قلت لك زدت توا الصغار توا بنات توا هلكتهم وكل تجي ترجع زاد حتى الحاكم عنده دور ونقول له حتى قدامه الحاكم راني ما نحشمش خاطر كثر من الزطله دخل لك الحرابش للصغار 400 طفله وطفل في منوب كلهم يزطلوا ويحاربشوا قسما هذا يعني شيء قدامي انا عندي اختي تسكن غادي كل يقوم يزطلوا منيش من الحاكم الحاكم ما على باله بشيء جم الحاكم انت تقول من الحاكم يقول لك الحاكم التربيه لا شويه منش كيفاش انت تدخل له ذاك الشيء ذاك الكل وين هو منين هم من كنت اش نعطيك حاجه بسيطه انا بدي قلت لك نهار جمعت الحق قال لي بري روحي حاجه ليه قلت ما تشدش ماهم قالوا لك الخمسه هربوا هربوا باهي ورينا شكون انتم لبستهم زي نتاع الحاكم ومنعتوهم ما بعدش طفيتوه خاطر منهم فيها حتى الحس هو الحاكم عنده دور والشباب عنده دور والواحد عنده دور حتى الحاكم قبل كنا رو بوليس خاف نهربوا وكي نشوفوا المعلمة نتاعنا نهربوا قدروا الحاكم كنا ونقدروا كل شيء المعلم ما عادش مقدرينه الحاكم ما عادش مقدرينه منيش ماك الفساد كثر الفساد ريتي احنا اوروبا قسما خير من قسما ورس بنتي هكا تشوفوا تحبي هذه ثبتي فيه ريتيها اسرائيل ما تضرب فينا خبوه تلقاهم لابسين سروال مقطع هذه ابسط الحاجات انا راني نركز برشا خبيك وشوفي احنا التوانسه تلقيه كلهم معمولة قبل كانت عنا عيب احنا واحدة كان لبست حاجة يعني مرقعة من الفقر ما يقول لك كل وقت ووقته او الدنيا تبدلت والله ما تبدلت الدنيا ردي بالك بنتي باش تقولي هاك المراش اللي كان يميت تتفق الدنيا راهي هي هي الدنيا راهي هي هي اما احنا احنا بكري انت تحكي معايا ونغزل للحنه في ديك شنو حكايتها هذيك انا عملت شكت شويه حنه في شعري كي فضلت شويه عملتها في الليل كي ركزت اما ورس بنتي ما احلاها ما زلت البركه يا حاج لا والله الحمد لله اما ورس بنتي ورس بنتي ورس بنتي راه كنا منا فينا وكنا منا فينا وشوي تو اكل به شويه من الحنه شويه من ردابه ليدي صحيح علاش تو يقول لك ام حارقوا وهربوا اما تو هذا الكل الحاكم ما في بالوش اش بكم ما شدتوش اللي يهز يحرق اش بكم ما شدتوش خاطر يعطيكم الفلوس تشدوا بسكنك تاعك البحر وتقولوا انت شنو انت منكم فيكم انا راني نقول تحب تعدوا حتى للحاكم تعدوا الكل اي بقى انا مش اما لا شويه من الحاكم وشويه من الشعوب وشويه من التليفونات زاد لا حول ولا قوه فهمتي وهي امريكا هذيك اش تحب تحب يعني تلاهين باهي بجاه ربي صنعناش طيارات صنعناش كراه ريت احنا الليبره نتاع خياطه نجيبوا فيها من برا ريت احنا من عهد بورقيبه توا راه ما زاد شيء باهي وشنو الفرق بين عهد بورقيبه توا بما انا جبت لي على بورقيبه اي احسن لا خير كانت ريت قبل كنا نهزوا 4000 5000 فرنك القفه تروحي بها معبيه من كل خير تو تهزي 30 دينار و40 دينار منياش البركه تنحت البركه تنحت لا تنحت ومن شكون نحاها نحناها احنا منا فينا صحيتي منا فينا ورس بنتي هذيك هو انا قلت لك شويه من الشعب باهي انت ياك الليله ريتي الوحدات تخدم لبلادك غشه السكك الحديديه خدمنا غشه مثلا هي مش تكون يعني 20 سنتي خدمنا 25 سنتي باش العجله نتاع الترام مازال مهبطين وعنده يعني شهر تفرقع ما عادش فما ثقه في الخدمه صحيتي غشه قالك الغشة ليس منا ماهيش منا حتى في القرآن أنت أو حاجة بسيطة اشري كلاست نتاع الخارج من ربي فيك تشدك ما شاء الله وشريها نتاع تونس تشوفيه في جمع شك صبك يخرج به يعني احنا كل شيء نغشوا فيه ران كل شيء كنحلي باهي أكل عام عندها 3 سنين الحكاية اللي في باش عجبك ذاك القمح وك الشعير وك الحليب والواحد كله سوس وطيشناه هاكا ربي صناعتك جفاف باهي اكل الزيتون اكل عام جاي دوبل 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 يطيشوا فيه يعطوا فيه للجمال شنو رايك في زيت زيتون توا اللي مغلينه؟ عنا تصدقيني عنا عندي انا شكون فلاحه ريتي احنا وحده تكون مني عندها 20 زيتونه اللهم صل على سيدنا محمد صورت فيه الخير والبركه وخرجت 20 ايتره هذيك لله وعلاش يوصل لينا احنا ب 25 لتر؟
منا فين شعبنا، شعب العاني زيد هاد شني عاد هون لقاه فرصه تو لقاه فرصه. ما ثماش زيت حطوا، ما ثماش كما قال لك الحليب، ما ثماش كما قال لك السكر. كنهار عدوه المدير قال لهم ستايف ستايف ستايف، وراه ما حبوش يجوا يهزوا من عندي ويجوا يجيبوا في من الخارج بالعنه، والسكر مقطوع هاو الحليب مقطوع وهاي القهوه. صدقيني كل الخير عنا، لكن ما همش يجبدوا في اكل نهابين واكل سراقين. وكنا انا نقول ريت التو تحب تهزيني حد قدام الولاد نحكي نقولوا.